ما هو صوت الله عز وجل؟ وما هي اللغة التي يتحدث بها الله عز وجل يوم القيامة؟ وما هو المكان الذي إذا ذهبت فيه رأيت الله عز وجل؟ وما هو الدعاء الذي إذا قلته لمريض شفاه الله في الحال؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعن آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ورسولنا وشافعنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا حضرتك، انا اسمي سعيد مبارك، مقدم البرنامج وقناه اسمها الله متقبل، بتحكي قصه حقيقيه حدثت بالفعل وبتعمل على نصر سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرتك بتشوف من اول مره، يعني ما تدخلش عليها باللايك والاشتراك عشان القناه تكبر. فلنبدا اسئلتنا، يلا بينا. من هم الاربعه اذا ماتوا لن يصلي عليهم؟ شهداء المعركه لن يصلوا عليهم، ولماذا؟ لا صلاة إلا على الموتى، والله يقول إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وما هو الجماد الذي أمر النبي أن نعطي له حقه؟ والإجابة هي الطريق، وحق الطريق غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما هو المكان الذي ينام فيه الشيطان في البيت؟ الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، هذا هو الأمر الأول. الأمر رقم اثنين، الفراش الذي يهمل لفترة طويلة، فهذا هو مأوى للشيطان. وما هو المكان الذي إذا ذهبت رأيت الله عز وجل فيه؟ المكان هو مكان المريض، إذا ذهبت لزيارة مريض رأيت الله عنده. وما هو الشيء الذي إذا اختفى من الدنيا قامت القيامة؟ واحد، القرآن. اثنين، الكعبة. ثلاثة، الحجر الأسود. من هو الذي يتألم عند موته كما يتألم الرجلين؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لكي يأخذ الأجر مضاعف. ومن هم الشيئان اللذان لم ينظر الله عز وجل إليهما؟ الشيئان هم الصور والأموال، لا ينظر إليهما الله، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. من هو الذي بشره النبي بالجنة وهو من بيننا الآن؟ من كفل ثلاث من البنات وأحسن تربيتهما؟ وما هي الحلاوة الخضراء التي حذر النبي منها؟ هي الدنيا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلاوة خضراء، فاتقوا الدنيا والنساء. وما هو الدعاء الذي إذا قلته لمريض
شفاه الله في الحال. إذا ذهبت لمريض وقلت له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، شفاه الله في الحال. وما هو الشيء الذي لا يستطيع أحد أن يغلبه؟ لا إنس ولا جن ولا ملائكة. والإجابة هي الدين. من هي زهرة قريش؟ الإجابة هي السيدة آمنة أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد لقبت بزهرة قريش. وما هو الشيء الذي يراه الإنسان مرة واحدة ولا يستطيع أن يحدث به أحد؟ الإجابة هي سكرات الموت. عندما تأتي سكرات الموت لا يستطيع الإنسان أن يحدث أحد. ومن هو الإنسان الذي لا يتخلى عنك عندما يتخلى عنك الجميع؟ والإجابة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي الصلاة الذي إذا صلتها حرام وإذا تركتها حرام؟ أي صلاة إذ تركت فيها شروط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها عمدا، مثل الصلاة بدون وضوء حرام، وترك صلاة الفريضة حرام. وما هو الوقت التي تقوم فيه الساعة؟ الوقت التي تقوم فيه الساعة في صبحية يوم الجمعة. جميع الخلائق والمخلوقات ينظرون في النفخ في الصور إلا الجن والإنس. وما هي اللغة التي يتكلم بها الله يوم القيامة؟ هي اللغة العربية، لغة القرآن، لأن الله يتكلم بما يشاء وحيث شاء، لأن الله على كل شيء قدير. وما هو صوت الله عز وجل؟ وصفت الملائكة صوت الله عز وجل كالسلسلة على الصفوان. وإيه هي الصفوان؟ هي الأرض الملساء، يعني لما بتحط حاجة حديد وتنزل عليها بيبقى عاملة زي الرعد. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.